خواتي خواتاتي، مرحبا بكم. اليوم فيديو جديد، جيت بعدا قبل ما نبدا الفيديو نشكركم كاملين ونقول لكم شكرا بزاف على الكلمه الطيبه اللي خليتوها في حقي في الكومونتيرات، وشكرا حيت ابونيتيو معايا. ايوا مرحبا بكم معايا في القناه، وكنتمنى نكون خفيفه على قلوبكم. واخا راك باقا كنحشمانه، باقا عنديش واحد العلاقه مع الكاميرا، كنخاف شويه كنحشم شويه. المهم كنتمنى نكون خفيفه على قلوبكم وصافي. بغيت غير نقول لكم اليوم مشيت للسوق وبالي واحد الحامض، يا سلام كيحمق كيحمق، حامض كله ما بلدي وريحته كتعطى من بعيد، شفتو عشقتو، قلت غادي ناخذ منه واحد الكميه ونديرها معكم. حامض مصير، واحد السر عندي في هذا الحامض اللي كيبقى مده طويله وبالزربه كيتصير. المهم ما بغيتش نخلي لكم حتى شي حاجه اللي عارفه غنقولها لكم. المهم اللي بغيت نقول لكم تبعوا معايا الفيديو، راه غيكون زوين ديال هذا الحامض المصير. وبغيت نقول لكم حاجه اخرى، تابوناو دابا نتوما كديروا جيم وكتعطيو المشاهده وما كتابوناوش معايا، تابوناو معايا وفرحوني الله يفرحكم. وشكرا لكم كاملين، يا سوا ولاد سوا بنات سوا عيالات امهات، كنشكركم كاملين وكلكم فوق راسي، كنشكركم كاملين. دابا ندوزو نحضروا الحامض المصير. انا رجعت عندكم من جديد باش نبداو في الوصفه. بسم الله. فاول خطوه غنديرو خصنا نغسلو الحامض مزيان. يلا بسم الله. انا خديت جوج كيلو من هذا الحامض الزلجي الصغير، غادي نغسلو مزيان في المرحله الاولى. من بعد ما غسلناه غنديرو هيطر هنا، وكنعتذر على الصوت ديال ولدي دخل معايا الكوزينه. ودابا غنبداو المرحله الثانيه، غادي خاصنا الكوكوط ولا كامله اللي بغيتو، وغادي نوضعو فيها الحامض كامل. شحال هاد الكميه ديال الحامض؟ هادي جوج كيلو، جوج كيلو ديال الحامض. غنديرو فيها إطر ونص ديال المطايب، طالق سبولة المطايب، هذا هو لاستيس اللي ما كيديروش الناس بزاف الحامض باش كيجي رطب وكيجي زوين. المهم تنديرو فيه المطايب، هانتوما على عينيكم. هاد الما سخون ما يخسرش الحامض؟ بالعكس هو اللي كيرطبو. هانتوما غادي نديرو. شنو هو الفرق بين هاد الحامض والحامض الاخر؟ الحامض الاخر ما كيجيش زوين في هاد السياق. دابا كتقدر دير العادي مع الملح، داك اللي كيتفلك وكتعمرو بالملح، ولكن هذا المصير بحال اللي كيبيعو صحاب الزيتون كيتصير وهو هكا كيبقى صحيح. دابا حنايا كنصورو في الليل هاد المرحله، ولا غدا غنكملو معاكم المرحله ان شاء الله. اشنو غادي نديرو؟ غادي نسدو عليه صافي، وغنخليه بلاصتو حتى لغدا ان شاء الله، ونكملو معاكم المراحل. ما خليناها البنات ليله كامله في الكوكوط، دابا غادي نحاولوا نديروا المرحله الثانيه. ودابا غادي نحاولوا نصفي، وانا راه عندي هنايا بانيو شبيكه حيت ضروري غيخصني الماء. غادي نصفي، ها هو ولا رطب. صافي وحاشتنا في الملح، خديت هنا ثلاثه الباكيات ديال الملح في جوج كيلو، وحاشتنا في قطيب ديال الشوى. المهم دابا انا راه مصيره هنا واحد كيلو. هانتوما شوف، غتشدوا الحامضه وغتشدوا هذا القطيب، غديروه من هنا بسم الله، غيخرج من هنا ياك، وغتخرجوه ثاني وغديروه بحال هكا. هذا هو الحامض ديال صحاب الزيتون، كيبقى بحال هكا وغنديروه. هانتوما دغيا واحد الريحه فيه زوينه بزاف، الحامض البلدي فيه ريحه واعره. ودابا غادي نبداو نضيفو في الملح الباكيه الاولى، نزيدو الباكيه الثانيه. نضيفو الباكيه الثالثه،
الكشومه. دابا غنضيفوا هذا الماء، وريهم هنا باش تشوف هذا الماء ديال الحامض اللي بيتنا فيه ليله كامله، غنضيفوه هنايا. بسم الله، هذا هو السر ديالو باش كيجي زوين ومحمض صافي. ودابا غادي نسدو عليه هنا بالفم ديالو بالبلاستيكه، عاد نسدو عليه باش نضمنو ما يدخل لينا لا هواء لا حتى حاجه. ها نتوما شوفوا هذه هي البوتيكه، ها نتوما شوفوا، انا درت غير بلاستيكه عاديه طوبلت على جوج ونسد عليه صافي. هاو السد مزيان صافي صافي، وهكا غنكونو سالينا الحامض ديالنا. وفي اسبوع ان شاء الله راه غتلقاوه واجد. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم وتكونوا استفدتوا معايا في طريقتي في الحامض المصير ديال صحاب الزيتون. ومرحبا بكم في القناه، وما تنساوش راني مازال محتاجه لكم والدعم ديالكم. بارطاجيو مع صحابكم وتابوناو معايا وخليو ليا كومونتير زوين، والسلام عليكم. وتسلموا.